نسأل بقى نقول الله المؤثر ملك سحوي طبعا بقى ربنا يقول وكذلك بعد الاستراحة مصر أن وكذلك أن يوسف في الأرض ولمعلمه الله إلى أهل الأرض الأول يعلمك بالتأويل ويعلمه بالتأويل يا حبيبي والله غالب على أمره وكأن أكثر الناس العالم وحصل حصل صب وكبر وأولاد التي توفي بيته وتحبك بكلها مش هنخش فيها وأن نحن فسرنا وقلنا وفهمنا محمد دين بس هو لم يحصل له أنا وأن بها لولا أن أبو أنا ربي إلا ولولا أن أبو أنا ربي إلا أن ليه؟ لأن ربنا كذلك لنقصف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا المخلصين ولو كان أمن بيها ما كانت بسيسي عنه وخليها بما تحقق منها في الحتة دي إنما سفر ليه هو يا بيت؟ سمح معرض سمان بيت وسمح معرض الفيحين وبقى معرض الله هو يا غريب فشكل عليه أوراق أحلام أوراق أحلام دي معرض المعرض طب إيه الدين؟ مستمح مجموعة وقت البحر فأنا ضروري أن يفرق بصر ما كاش مغرق بجوزة محر وصرع سنبولات وخل المعوقر على رسالة أنا بصر أنا حضير أرى أن أروح أعوين يوسف قال حكم يا يوسف أخبره أنت تعرف يا رسالة لا فأصر صار خلاص لما قال التخصية بقى منطقة الإدارة ما تقولش بقى البحر كناية عن النبل والسمن والخيم واللحم كل بقى رسينا وبقى والصياعة والرسينا كانت الصياعة يبقى المخزون بسبب والولاد بسبب يعني كويس سبع سنين حلوين حجاب حيالين وسبع سنين حلوين سبع سنين حلوين حوش 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 عشان لما نستخدم الحجاب تبقى حوش أول سبع سنين ما لعبان فما حصلهم فبقوه في صنبولة إن أكثر من ذلك معلمهم إن الأمس أن يبقى في السن ما يبص لو فرق من صنبولة يسوي السن بس موضوع ما نقول ما ربنا علمنا إيه الموضوع ما قال له فمهي من الحبيبات صدى وصدى أبنى أمنا خبنا منهن إلا قليلا منا وحسنوا خلص في الوقت المفروض هو قال ايه ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصرون جرحا جدي كما قلنا يحقون لأن سبع الحبشر والكوكب والشمس والقمر ليس غير طيب قبل ما يبدأوا يعلموا كان يقولوا الحديث يعملون بقى نقول من عمر العليم قبل ما يجيكم منهم وقبل ايه هذيك الجنة سبع مرات وسبع سنوات سبع سنين وسبع سنين السنة بخمسة عشر فين تقول كشف تقول يا سيحة عن السنة بخمسة عشر دول جرى من مصر جرى من مين ثم يأتي بعد ذلك من خلال المخبص ربو عام لما السبع الأول يغاقب فيه الناس وفيه يحصرون من أنت لا تقول ويحصر بعد أنت نوع من بيت وحنا جرى من مين